إلى الشارع، شعار حفز أنصار الحزب الشيوعي اللبناني والاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين لتلبية الدعوة للتجمع أمام مصرف لبنان المركزي والتظاهر اعتراضا على من وصفوها سلطة سياسية فاسدة، وقد اتشح عدد من هؤلاء بالأحمر. اليوم الساحة للأحمر ورح يكون يوم مفصلي، لأنه رح يكون مواجهة، ما إنه بس إنه نحن حنطالب بمطالب، في مواجهة ضد هالسلطة الفاسدة. نحن ب 16 أيلول أطلعنا جبهة المقاومة الوطنية، وب 16 كانون أطلعنا هيدي الجبهة لمحاربة الفساد. الشعب ما فينا نقول عنه إنه هو ضحية، صار مشارك بالجريمة. لما ما تنزل على الشارع وتتظاهر ضد دولتك الفاسدة معناته أنت مشارك بالجريمة. رفع المتظاهرون الصوت ضد المخاطر المحدقة بالبلاد والتي لن تستثني تداعياتها أي فريق في حال حصل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي إذا ما استمر الجمود على ما عليه ولم توضع الحلول المفترضة على السكة. الهواجس الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد مع التأخير في تشكيل الحكومة دفعت بعودة الحزب الشيوعي إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، ولكن هذا التغيير سيبقى صرخة في واد إذا لم يتحول إلى حركة شعبية تضم كافة أطياف المجتمع بعيدا عن السياسة ومراميها. المفارقة أن المتظاهرين طالبوا مسبقا بإلغاء ما سيترتب على مؤتمر سادر الذي تعول عليه الطبقة السياسية لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي في لبنان، كما أنهم انتقدوا السياسات المالية التي ينتهجها مصرف لبنان، فبدوا أقرب إلى فريق سياسي دون آخر. البديل أنه هؤلاء الحيتان اللي موجودين هون هن يدفعوا التكاليف وهن يدفعوا المال المنهوب من قبلهم. نحن دفعنا بزيادة وبكفة أجرة وعمال ومزارعين ومعلمين وموظفين وشباب وصبايا صاروا بلاد الله الواسعة. هذه التظاهر هي تعبير عن رفض هذا الشعب اللبناني لهذا الواقع السياسي والاقتصادي المزري واللي عم يستند إلى دولة المزارع مش دولة حقوق الناس. هذا التحرك خطوة أولى، فاستنادا إلى مسؤولي الحزب الشيوعي سيستمر التحرك في العاصمة والمناطق بشكل متصاعد وتدريجي. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.